السلام عليكم خياتي، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم شهيوات جزائرية. اليوم بإذن الله راح نحضروا مع بعض مقارون بالكريمة، طبق خفيف ظريف ويوجد في 5 دقائق وبزاف بنين. أول حاجة أنا غليت المقارون تاعي في الماء مع نصف ملعقة كبيرة ملح وملعقة كبيرة زيت، خليته يغلي مدة 7 دقائق وقطرت المقارون تاعي مليح. وفي مقلاة على نار متوسطة حطيت ملعقتين كبار زيت نباتي وضفت حبة بصل تكون كبيرة مقطعة مكعبات، وضفت أيضا صدر دجاج اللي هو تاني قطعته مكعبات، وراح نخليه يتقلى مع البصل حتى يتكرمل البصل. وبعد ما يتقلى البصل والدجاج راح نتبل الدجاج تاعي بنصف ملعقة صغيرة فلفل أسود ونصف ملعقة صغيرة توابل مشكلة وملعقة صغيرة ملح، ونزيد نخلي الكل يتقلى جيدا. وراح نضيف عليه 200 مليلتر من الكريمة السائلة، يعني حنستعمل نصف العلبة. وهنا في الاخير راح نضيف رشه من جوز الطيب اللي راح تمد طعم رائع، واللي مش متوفر عندها تقدر تضيف رشه فلفل اسود. وغير يبدا الخليط تاعي تاع الكريمه يغلي راح نضيف المقارون تاعي ونبدا نخلط جيدا حتى تدخل هذيك الكريمه في كامل حبات المقارون بهذا الشكل. وهنا راح نخليها حوالي دقيقه واحده لا اكثر، ونحيها ونديرها في صحن تقديم. هاوليكم الطبق تاعنا تاع اليوم، كما قلت لكم خفيف ظريف وبزاف بنين، وخصوصا للاطفال يحبوا بزاف هاد الاطباق. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، والى اللقاء.